ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه من تعظيمه للسنة قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي بسبب غضب الله وسخطه، لأنكم قدمتم كلام أبي بكر وعمر على كلام منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذا جماعة الزول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال شنو عمر، وقال عمر رضي الله عنهما. ديز الزول بيقولوا له قال رسول الله، بيقول قال أبو بكر وقال شنو عمر، فما بالك اللي بيقول قال بتلتلة وقال بعتلة وقال فلان. هيك موضوع واضح جدا، وده يوريك اتباع الهوى. زول تناقشوا ساعة ما يقدر يقدم دليل واحد على جواز الدعاء الجماعي بعد الصلاة وليس يركب الهوى، قبح الله الهوى وأهله. يقول لك شيء ما أي شيء ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام معناه نتركه، أي شيء ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم نتركه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه شنو ونهانا عن الزيادة في دين الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها. الليلة اللي بيطبق الكلام ده بيشوفوه مشدد، والله ناس غريبين جدا. زول يا جماعة أنا بتعجب، زول في دار الإسلام وقاعد مع المسلمين ويسمع الأذان ويقول أنا مسلم، يطبقوا السنة ويتمسكوا بالسنة، يقول لك أنت مشدد. أنا دار أعرف ده دفهم شنو في الحياة دي. زول تلقاه طالع أربع طوابق فوق، طالع فوق ليه؟ والله عشان أبهي ما بعرف الحيطة فوق، يعني يطلع له سقالة أربع طوابق عشان حاجة زينة بس بهية. نحن لا قلنا لك أطلع عمارة ولا أركب عربية، السنة اللي في الوقت دي بالراحة طبقها. تقول مشدد، بس مشدد أنا ولا بتاع السقالة ده؟ ده في بهية طالع فوق، أنا في الأرض دي مطبق السنة يتضايقوا مني. ويقول لك بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكثر بلد في العالم في الرادي يجيبوا لك بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر بلد بحب الرسول صلى الله عليه وسلم بيبغضوا شكل النبي عليه الصلاة والسلام، شكله بيبغضوه، لأنه لو سألوك شكله شنو؟ لو قال لك شكل الرسول عليه الصلاة والسلام شنو؟ لابس مرقع مربوط في النص بلف كراع واحدة، تقول لا حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم. أصحابه بدقدقوا تل 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 ياسسيو كشلو كشلو، ولك حاشا وكلا. كان يحب البياض صلى الله عليه وسلم، كان مقصر الإزار، كان كث اللحية، حتى في مدايحنا البدعية في مواسمنا البدعية بيقولوا وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، هو لا كث ولا خفيف، ما في ذاته. معقول يا أخي؟ يتضايق من السنة ومن مظهرها، ويحب البدعة ويقاتل عليها، البدعة يقاتل عليها. يقول له خلونا زي ما دايرين، خلونا زي ما دايرين. أي طيب لو دوروا حفلة جوا الجامعة بتخليها؟ لا ما بخليها، بمرقها برا. طيب البدعة ليه جوا المسجد؟ ليه؟ يقول لك انتوا وكذا 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 وكذا. هم في توحيد يدوك ثلاثة عكاكيز في أضانك، هم يسسي مسجد من مساجده، قول الله واحد ونادوا الله وما تنادوا شيوخ. شوف يمدوك عكاكيز، تعال مد يدك لي، والله الذي لا إله غيره. واحد من إخواننا هنا والثاني قاعد هسه بيحضر في الدرس، ماشي مسجد قريب هنا، أخونا ده قال لي وعاتي ما شاء الله المسجد شت، وقال لي جابوا عتاولة استعانوا بهم، قال لي جابوا عتاولة مخاليق أنا أول مرة في حياتي أشوفه. وأخونا دعاتي هنا ونطول ما عارف، والمهم لموا فيه عكاكيز وقال لي حديد بيضرب.
قال لي بس انا عامل ويضرب. واحد تاني برضو قاعد برضو في الشكلة برضو هذا قاعد يا ماله السبب شنو؟ الله واحد بس. يا جماعة الكلام ده طويل جدا وكلام مؤسف جدا وكلام والله مؤلم والله نخشى على هذه. وانا والله لما اتذكر الصحابة بستغرب لانه ديل يا جماعة ناس فيهم القوي وفيهم العرف بالكرم كلهم كرم وفيهم العرف بالرقة فيهم العرف بالشدة كلهم بقبائلهم الصحابة بأعمارهم بأشكالهم ببلادهم كلهم على نمط واحد إذا صح التعبير وعلى منوال واحد أعملوا كذي. المدينة شت في البخاري ومسلم المدينة كلها في البخاري ومسلم قال لهم أهجروا كعب ابن مالك أهجروه ما بزول يسلم عليه شت ولا بالدس ما بزول بيسلم عليه. مدينة كاملة ما فيها زول خالف هسي مش مدينة ولا حي الصف الأول في 20 بخالفه واحد بس ولا نفرين بيطبقوا. معقول يا أخي؟ شوف الصحابة ذي الخشوا في الإسلام ما سكوا كله أعملوا كذي ولا بجادلوا سمعنا وأطعنا أعملوا كذا 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 طوالي بيمشوا يطبق ولا يرفع صوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام حاجة بدعة يفروا منا. الآن الخلاف تماما أي شيء بيجيبوا زي ما هو لو طاحونا خسرانا ما ولكن هبشتها براي ميكانيكي ده تاني ما بيشتغل يمشي يجيب له واحد يجي يهبشها له. لو عربية خسرت يجيب له واحد ده ما بعرف بتاع اوتوماتيك وده بتاع تعاشيك ساي وده جاز وده بنزين يجيب له. لو عين واجعه ما بيمش لدكتور اسنان يمش لدكتور عيون لانه ما بلخبط اي شيء بخطه في الدين ده يلغوسه كده ينظر بس. والله اظن ما في شيء اظن ما في شيء. وجبريل بينزل من السماء بحكم عليه السلام في الدين انت بس اظن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى. اي شيء انت بتتمناه تلقاه انت عبد لله. انا داير اعرف الناس اللي بيركزوا في الكلمه دي 200 انت عبد لله افهم النقطه دي. عبد يعني عندك سيد وطالما عندك سيد وانت قلت انا مسلم يبقى تسلم له. امشي يمين تمشي يمين اقيف تقيف اقعد تقعد ما تقول عندي وجع كرعين وما قادر اسوي اللي بيقولوا لك الله تطبقه. بعد ذاك الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. طيب فالعبد لا يقدم كلام احد من الناس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى من صح عنده الاسناد ثم خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. خالفه ليس مجرد المخالفة الفعلية وهو يعتقد الحكم الشرعي وإنما قال بخلافه قال بخلاف الحكم. رسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات جمع محدثة يعني الشيء الجديد ما تسووه. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من أحدث جاب شيء جديد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وفي رواية في مسلم بالإسناد وفي البخاري معلقا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. ودي حجة. أي زول جاب بدعة هو المطالب بالدليل مش انت اللي بتقول له ما تعمله لأنه انت بتقول له ما تعمله لأنه جيب لنا الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم شنو صادقين.
وإنت اللي عملت البدعة، إنت المطالب بالدليل، لأنك أنت أتيت بشيء تتعبد به لله سبحانه وتعالى، إنت مطالب بالدليل. أزول قال له صلي في جماعة ليه؟ ما صلي في جماعة دي بدعة. بيقول لا بصلي في جماعة. بيقول لا دي بدعة. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كذي بقت سنة، لا أنا عنده فيها شنو دليل. زول قالوا له ما صلي الضحى لا أنا بدعة. بيقول لا ما بدعة، الدليل في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. خلاص ده أثبت إنها دي سنة. أي شيء في الدين ده فيه دليل، ما في شيء سهل، أي شيء فيه دليل. أبين ما تلقى الشيء ما فيه دليل أعرفه ده شيء جديد محدث وده بدعة، ما بجوز لك تتعبد لي الله فيه، ما بجوز. طيب، وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. عرفوا الإسناد، والإسناد هو علم الرواة، ويذهبون إلى رأي سفيان. الإمام أحمد قال والله أنا بتعجب من الناس عارفين الحديث ده صحيح سنده ليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ده تقول لهم الحديث يقول لك سفيان الثوري قال كذا. قال أنا بتعجب من الناس سفيان الثوري مع علمه ومكانته ورسوخه رحمه الله تعالى، نحسبه والله حسيبه. قال ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، بكسر اللام فيهلك. فالزول المخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو متوعد بعقوبتين، أن تصيبهم فتنة في القلوب أو عذاب أليم في الأبدان، إما عاجلا في الحياة أو بعد الممات بدخول النار كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. يوريك خطورة تقديم أقوال العلماء أو الأمراء أو السادة أو القادة على قول النبي صلى الله عليه وسلم.